مرحبا بكم متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. في أخبارنا السياسية، روسيا تبدأ الانسحاب العسكري من سوريا، ووزارة الدفاع الأمريكية تشكك بجدية روسيا حول هذا الإعلان. وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي يؤكد لنظيره الأمريكي تيلرسون أن قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يشكل خرقا للقانون الدولي. أكثر من 170 قتيلا خلال أسبوع من المعارك بين قبائل متنافسة في جنوب السودان. القوات الأفغانية تستعد لشن هجوم واسع النطاق ضد تنظيم داعش في شمال البلاد. في أخبارنا المنوعة، فريق بحثي يتبع للمؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا يتوصل إلى تطوير نظام مراقبة جديد لسائق السيارة يحدد مدى انشغاله عن الطريق، بما يقلل عدد حوادث السيارات عالمياً. الثلوج تعرقل انتظام الدراسة وحركة النقل في بريطانيا، حيث أن العاصفة الثلجية التي ضربت أجزاء كبيرة من البلاد أدت لتعطيل مئات المدارس وانقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل، وتسببت في اضطراب حركة الطيران.